السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم سلطة خفيفة وبسيطة اللي ممكن يعني نقدموها كسلطة، ممكن نقدموها كوجبة خفيفة للعشاء. مكونات كيف العادة مكتوبة على الشاشة، وكذلك الطريقة مكتوبة على الشاشة. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه، هاتي كما قلت لكم سهلين وبساط. غادي نحتاجو سوسيج حسب عدد افراد الاسره، يعني الكميه 200 غرام، هنا استعملت 200 غرام. 300 غرام ديال البطاطس، هذه البطاطس غادي نقوم بالسلق ديالها، اوراق ديال الخس. وغادي نحتاجو بالنسبه للتتبيله غادي نحتاجو زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفة مطحونة، وغادي نحتاجو بقدونس طري وعصير نصف حامضة. هاد المكونات غادي نخلطوهم وغنحطوهم يعني في البراد او الثلاجة لحين استعمال. وغادي نحتاجو بيض، غنقومو بسلق البطاطس في ماء مملح، وكذلك البيض غادي نقومو بسلق ديالو. نسبة للسوسيج غنوضعوه في مقلاة بدون مواد دسمة، او يعني ما نوضعوش الزيت، ما نوضعوش الزبدة، فقط كنوضعوه مباشرة في مقلاة، لانه هو كيحتوي على نسبة عالية من الدهون. هنا في حالة ما يعني تقوموا بالشواء ديالو يكون احسن، يعني الاختيار كيبقى لكم. هنا تلاحظوا بعد ما كيتحمر كنقوم عمل ثقوب صغيره باش المواد الدسمه تخرج، نتخلص ما امكن من المواد الدسمه اللي فيه. هنا من بعد كنقوم بوضع طبقه من الخس في الطبق ديال التقديم. بطبيعه الحال نغسل الخس مزيان كما ذكرت من قبل بالخل، ضروري يتغسل مزيان ويعني يتقطر وينشف ونقطعه. بالنسبه للبطاطس بعد ما كتسلق كنقطعوها كذلك، سواء قطع طويله او قطع مربعات، يعني الشكل اللي يريحكم انكم تعملوه، فقط انها ما تكونش قطع صغيره. هنا ممكن تعملوا اطباق فرديه صغيره او لا تعملوا طبق كبير واحد. هذه كتقدم كما قلت لكم سلطه او يعني كوجبه خفيفه للعشاء. بالنسبه للسوسيج بعد ما كيتحمر كنقوموا بالقطع ديال السوسيج بهذا الشكل، هذا على شكل دوائر كما يبان لكم، دي غونديل، نحاولوا ما امكن. كنقوم بوضع سوسيج على البطاطس، هاد الالوان هادي يعني كتشهي، كتفتح الشهية. بعد ما كنكملوا القطع ديال السوسيج كلها، كناخدو البيض كنقشروه بعد ما سلقناه، كنقسمو كل بيضة على 4 ديال القطع. كنحاولوا ما امكن ان الاصفر يكون مثبت مع الابيض. كنحتفظوا بالسلطه ديالنا لحين التقديم، كنقدموها مع التتبيله اللي ذكرنا من قبل واللي هي مكتوبه حاليا قدامكم في الشاشه. كما ممكن ان يعني تقدموا هذه السلطه مرافقه بالمايونيز او اي صلصه انتم تحبوها. كنتمنى ان الفكره تعجبكم وانكم تجربوا هذا الطبق، لانه الطبق زوين بزاف. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.